ازيكم؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده جينا لفيديو جديد. الفيديو النهارده هيتكلم عن الشخص اللي انت منفصل عنه، بما انكم طلبتوا القرايه دي بقالكم كتير جدا وطالبينها. الناس اللي منفصله، الناس اللي في علاقه حب والعلاقه باظت، ايا كان ظروفك هنا في الفيديو ده هنعرف دلوقتي سبب الانفصال ايه، والشخص ده بقى شايفك ازاي، او الشخص ده يا ترى راجع يا ترى مش راجع يا ترى خلاص فك، ايه النهايه وايه البدايه. النهارده عندنا مجموعتين بالاحجار زي ما طلبتوا. اول حجر معانا هو حجر السودالايت اللي بالشكل ده، حجر السودالايت دي اول مجموعه معانا. والاحجار دي على فكره حجاره طبيعيه 100%، تقدر تحط عينك عليها او توقف الفيديو وتحط طاقتك عليها او تتامل عليها، او ممكن لو بتختار حسب الشكل، يعني شكلها مثلث اوكي ينفع حسب ما روحك ترتاح. دي اول مجموعه معانا اللي هي الحجر السودالايت. تاني مجموعه تبقى بحجر عين النمر، والحجر ده عايزه اقول لكم ان هو اصلا مش عايز يطلع، يعني كل ما انوي اسجل بالحجر ده انا مش عارفه ايه بيحصل، القرايه ما تنزلش مثلا او القرايه تتاجل. فواضح كده ان المجموعه الثانيه الله اعلم عندكم تعطيل او عندكم حاجه. عموما ده الحجر، المجموعه الثانيه حجر عين النمر. شايفين الحجر وجماله؟ شايفين الحجر وجماله؟ الحجر طبيعي 100%، اول مره استخدمه النهارده في القرايه. تمام، حط عينك على الحجر وحاول تحط طاقتك عليه او حاول تتامل زي ما قلنا على الحجر. عايز تختار باللون اوكي، عايز تختار بالشكل اوكي، ده عموما شكل هرمي، شكل هرم. حجر عين النمر، حجر عين النمر. الحجر ده ينفع للناس الترابيه كمان خصيصا. تمام، دي هتبقى تاني مجموعه معانا. يلا خدوا وقتكم في الاختيار قبل ما نبدا تختار بين المجموعه الاولى او المجموعه الثانيه. لو حابين تختاروا بالحروف، الحروف اللي هحطها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو ده، تقدر تختار بحسب، ممكن نقول مثلا باسمه، ماشي نخليها باسمه، بحسب اسم الشخص ده او اسم حبيبك او اسم الشخص اللي انت منفصل عنه بقالك فتره كبيره جدا. الفيديو ده انا عاملاه نيه 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 خالصه، نيه واضحه جدا للناس اللي منفصله، الناس المنفصله بقالها شهور يعني، او الناس اللي حست ان العلاقه دي خلاص هوب انتهت. تمام، يلا بينا نبدا الفيديو. طيب اهلا بيكم اصحاب المجموعه الاولى اللي اختاروا الحجر السودالايت، السودالايت اللي بالشكل ده، حجر السودالايت، او اختاروا الشكل الهرمي، او بحسب اسم اسم حبيبك، او الحرف الاول او الثاني من اسم الشخص اللي انت نويت عليه. اهم حاجه النيه، اهم حاجه النيه، انت ناوي على مين هنا؟ لازم نيتك تبقى محدده، ما ينفعش اختار قرايه وانا نيتي على شخصين او محتاره بين شخصين. حدد نيتك الواضحه على شخص معين. يلا هناخد دلوقتي، احنا هنقعدك كرسي اعتراف كده، او بنسموها انا بسميها كنبه الاعتراف على طول. احنا هنقعدك على الشيزلونج، هنقعدك على الكرسي، وهنشوف انت مشاعرك ناحيه الشخص ده ايه دلوقتي، وهنشوف الشخص ده مشاعره ليك ايه، وبعد كده ندخل سبب الانفصال. بس فكروني فكروني عشان انا بنسى، فكروني سبب الانفصال او الشخص ده يا ترى راجع ولا لا. بسم الله، يلا نبدا. اصحاب المجموعه الاولى، ده انتوا مرتبكين ربكه، اما انا اللي مرتبكه ربكه. طيب ناخد مشاعر الشخص ده ليك ايه، تمام، ومشاعرك انت ايه. خلينا احنا هنا عديمين، ربنا يجعلنا من اهل اليمين. خليك انت، خلي الشخص ده على شمالنا وانت على يمين. يلا ناخد كارتين كارتين، انتوا هنا بتردوا على بعض، انتوا الاثنين قاعدين قدام بعض. طيب انت مشاعرك للشخص ده، والله انت تاخد قرار في الحته دي او تاخد قرار في المكان ده. انا عايزك تدي قرار دلوقتي، اخترع لي حل من الحلول او اخترع لي حل للعلاقه دي. انا محتار فيك كده وشاكك فيك ومش مرتاح لك، انت كويس مره معايا، وحش مره معايا، انت غيتك ايه او نيتك ايه. تمام، توف سوري بتقولي ان انت عامل للشخص ده بلوك، قلت له والله انا راجع لك ولا هفك البلوك بتاعي، وانت هنا عنيد ومصمم ان انت ما ترجعش للشخص ده او تفكك منه، واخد قرار صارم جدا وقافل الابواب، الابواب كلها على الشخص ده، حتى الصور مسحتها، حتى الكلام اللي بينك وبينه مسحته، يعني رسائل ماشي اتمسحت، صور اتمسحت، انت مش حابب اصلا تبص لصوره الشخص ده اساسا. والله بعض منكم كده كذاب، ما زعلش مني، انت كذاب قدام الشخص ده، انت بتقول الكلام ده بينك وبين نفسك، ولكن في نفس الوقت بترجع تاني وتنخ وتقول لا 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 انا بحبه لسه، لا 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 انا جوايا مشاعر ليه، انا الصراحه مكتفي بالبني ادم ده، حتى لو البني ادم ده يا جماعه طلع شرير يعني، او طلع فامباير في نفسه، فانا مكتفي بيه. طيب في حد بيشغلك عن الشخص ده، او حد يعني ايه، يعني
بيقول لك يا عم سيبك من العلاقه دي يا عم، علاقه قدريه ايه وروحيه ايه، خلينا عايشين يا عم، ده احنا بناكل يوم بيوم يعني، احنا بنلاقي يعني ايه حظ وايه علاقات روحيه، وخليك يا عم عيش معانا في الارض يا بابا، عيش معانا في الارض. في ناس هنا عايزه تنزلك لابعاد منخفضه، او بلاش نقول ابعاد منخفضه عشان ما نبقاش الايجو بتاعنا عالي، نقول ان الاشخاص دي بتلهيك بقى، بتلهيك عن الشخص ده، او بتحسسك ان ايه، بتشككك في نفسك، هو ده حب حقيقي ولا ده لا، ولكن الشك جاي منك انت اصلا، الشك جاي منك انت، انت اصلا شك، انسان شكك هنا اهو، وبتشك في الشخص ده، وكمان حاسس ان الشخص ده بيلعب في حته، او لابس عليك المصلحه، او بياخد منك مصلحه ويمشي، انت بينك وبين نفسك بتحس ده. ولكن مش عايز اقول لك إن انت ما بتحبوش، انت بتحب الشخص ده. ناين اوف كاب بيقول لي ان انت حاسس ان الشخص ده هو بيكملك رغم عيوبه، انت حاسس ان في عيوب كتير جدا جدا جدا، ولكن انت متقبلها، والله لو لبست عليا مليون الف ماسك انا بحبك. فانت بتحب حد ايه يعني، بلعه، بلع الحب ده بعيوبه مميزاته وعيوبه، ولكن انت واخد قرار ان الشخص ده ما تكلموش، ومقموس منه بقى ومش عايز تكلمه. مش هنكذب هنا على بعضينا، انت مشاعرك للشخص ده ان انت بتفكر فيه، وان انت لو بنت بتفكري فيه بطريقه هيح، يعني انت مش اي حد غويكي او في حاله اغواء، انت في حاله مخدره، فانت متخدره حبيبتي، انت متخدره ناحيه الشخص ده، بتحسي كده ان انت متخدره، او لما بتفكري فيه انا متخدره يا جماعه، ما حدش يكلمني دلوقتي. انت مش بتحسي حتى بطعم الاكل او بطعم الشرب، انت حاسه بس بالانسان ده، وبتديله طاقه، بتديله طاقه ناحيه الشخص ده، انت بتدي طاقه ناحيه الشخص ده، وعايزه اقول لك الشخص ده بياكل من طاقتك، او فامبايرنج طاقه زي ما قلنا، ولكن مش حاجه سيئه. هنشوف دلوقتي الشخص ده سيء ولا لا. اللي انا حاسه بمشاعرك ان انت مكتفي، وممكن بعض من الناس عندها علاقات زوجيه ولكن مستحمله الشريك بالعافيه، او لابسه الماسك، مش بتبقى على طبيعتها يعني، مش بتبقى على طبيعتها. طيب نيجي بقى للشخص الحليوه ده اللزوز اللي انتوا داخلين عشانه. طيب انا حاسس معاك بايه؟ الشخص ده بيقول لك والله انا طبيعي كده، واذا كان عاجبك، وانا اساسا انسان اتعودت وتربيت على المعامله دي، انا مش عارفه اغير من طبعي، مش عارفه اغير من طبعي، ولكن بيجي لي كده بين الحين والاخر بتطقس عليك، وببص عليك وعلى صورك، وبحن ليك، مش هكذب عليك، انا بحن ليك، عايزك في حياتي، ولكن انا بصراحه ما بحبش اروح لحد، انا الايجو عندي يعني مدغدغ عضمي، الايجو عندي مكسرني، الايجو عندي اللي هو الكبرياء، يعني ايجو يعني الكبرياء، او ال الانسان ما بيقاش متسامح درجة 100%، يبقى انسان كده ايه، لا 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 هو اللي يكلمني، لا 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 هو اللي يجي لي، لا هو اللي يصالحني، ده عمل وعمل وعمل، بيطلع سيئات اللي قدامه، او بيعمل اسقاط عليه. الشخص ده يا فندم بيعمل اسقاط عليك، اوقات بيعمل اسقاط، او بيحب يعمل اسقاطات على اللي قدامه، مش متشافي، شخص مش متشافي، شخص مش صاحي روحانيا، ده اللي باين عندي، واضح كده الشخص ده شنبه كبير، او بيربي دقنه او شنبه يعني. لكن الشخص ده شايف نفسه كينج اوبنتيكال، والله انا عندي املاكي والناس كلها بتجيلي وهم اللي بيخدموني، انت عايزني انا بقى اجي اصلحك بقى واجي اداديك، انا متعودش شويه اتربيت على الحكايه دي. لكن في المجمل الشخص ده مشاعره ليك ان هو بيبص عليك بين الحين والاخر، بيفتح درج الذكريات بتاعك ويقول ياه هو فين، هو البني ادم ده اختفى راح فين، هو بيعمل ايه كده، هو بيذاكر يعني ولا مستخبي رايح فين، بيطلع صورك ويبص عليها. الشخص ده يعني طاقته ين شوي. كمان الشخص ده للبعض بيدرس او بيعمل حاجه جديده او مش فاضيلك اساسا، يقول انا مش فاضيله. الشخص ده بيدرس يا بيعمل حاجه، او شخص متكلم يعني، ناس بتسمع له، للبعض مش للكل. من مشاعره ليك ان هو في حنين، ولكن مش في كل وقت، لما بيجي له الجلاله كده بيفتكرك، ها انا فاكر والله انا، لا لا يا حبيب في الدنيا دي، اما اروح ابص عليه. الشخص ده عنده ناس بتتعارك معاه، او ناس عايزاه، بيحب ان هو ناس يعني الناس هي اللي تصالحه، او بيحب اللي هو الناس تجري عليه. الشخص ده عايزك انت، عايزك تجري عليه. وفي علاقه ثلاثيه، والشخص ده متجوز اكتر من واحده، لو انت بنت او الشخصيه دي يعني ما يهمهاش تطلع من علاقه لعلاقه، يلا الدنيا حلوه قوي، عايشه حياتها يعني،
بس مش مرتاحه وهربانه من الاهل، يعني الناس بتجري وراه. يعني لو عنده بنات مثلا تانية بيجروا وراه، انت فين واكلت ايه؟ وهو مطنش اساسا، هو في باله واحده مجننه دماغه، يعني في باله واحده بيبص عليها. والله لو عملته فينا مش فايق لكم، خلوني في اللي انا فيه. انا يتعامل فيها كده؟ انا الشخص ده يعمل فيها كده؟ مش بقول لك الايجو باكله، تمام؟ يعني الشخص ده بيفكر تفكير عقيم جدا، الشخص ده دقه قديمه يعني، وكبير عنك في السن بمراحل، انت اصغر منه تقريبا، اعتقد يعني. اعتقد ان انت اصغر منه. طيب ايه تاني من مشاعره؟ والله اصل في كوبي بتقول ان في شخص ده بيعرف عليك صراحه، يقول لك انا هعرف عليك وهوريك، وايه بقى؟ وبقى تعالى قابلني لو صالحتك او جيت جنبك، انا ما حدش يقدر يكسر لي دراعي، او ما حدش يقدر يخليني انخ او انزل من كبريائي او من كرامتي. الشخص ده بيقول لك هنا في الفيديو او من مشاعره ليك، انا عندي كرامه، عندي كرامه ومش مستعد ان انا اجي اصلحك. انت لو عامل له بلوك الشخص ده مش هيفك بلوك لما انت تفكه، يعني ما بيعملش ستيب غير لما انت تعمل ستيب. انت بتاع قرارات على فكره وبتاع عقل. الشخص ده بيتحجج بالظروف، يعني اللي هو ايه، طب انا عندي وعندي واهلي ومش عارف ايه، بيتحجج بالظروف. سي اوف كاب، في تحجج هنا في الظروف. طيب ايه تاني من مشاعر الشخص ده ليك؟ ناين اوف ووند. ناين اوف ووند، الشخص ده في حاله دفاع عن النفس. الشخص ده خانك، تمام، وعايز يدافع عن نفسه قدامك للبعض مش للكل. الشخص ده خانك وبيدافع عنك، او حسسك بالغيره، او حسسك ان هو عرف حد عليك وانت غضبان جدا من الشخص ده، لدرجه انت ممكن عملت له بلوك او سحبت نفسك من العلاقه دي وقلت يلا في داهيه وخلي اللي معايا ينفع. ممكن الشخص ده عرف عليك حد وممكن يتجوز عليك حد، او في علاقه تانية غيرك يا فندم، او في علاقه تانية غيرك. طيب احنا هناخد الكارد ده من مشاعره ليك. زي ما قلنا هو حاسس ان هو بيغيظك، بيعرف كويس قوي يكبسك ويغيظك. زعلش مني، هو ده اللي ظهر. هو بيعرف يجيبك كويس ليه، وعارف ان انت حنين وبتنخ، وعارف ان انت يا عيني بترضى بالقليل، يعني حتى لو قال لك كلمه صغيره تقول له ماشي ماشي خلاص حصل خير. فده اللي انت بتعمله معاه، ما بتلسعوش يعني او ما بتجلدوش. الشخص ده عاجبه قوي حكايه رجوعك ليه كل شويه، وان انت بتسمع كلامه في كل حاجه، يعني ماشي معاه في حتى في الكهف المظلم. يعني لو قال لك تعالى نروح كهف مظلم كده ونقضي يوم، هتقول له ماشي يا عم، الكهف المظلم فيه خفافيش ومش حلو، مكان مظلم يعني، تقول له لا لا ماشي انا معاك في اي حاجه، والله لو ودتني للنار انا معاك. انت يعني بتتلسع من الشخص ده لساعات وبرده مكمل. ناين اوف كاب، والله انا مكمل، وانا قلت لك ده في مشاعرك انت بتحبه. طيب ايه كمان ناحيه الشخص ده؟ الشخص ده بيكتب عنك او من مشاعره ليك ان هو بيكتب عن العلاقه دي، او بيشوف حاجه، يعني في اكتشاف هنا لاسلوبك او لشخصيتك. انت عامل له حته غموض، الشخص ده حاسس بغموضك قوي، حاسس ان انت غامض وبيتفرج عليك، وان انت غير الناس اللي اعرفها، انت غير اللي انا عرفتهم. سيوف كاب مش ممكن تكون خيانه في الوقت الحالي، لكن ممكن تكون كانت علاقات سابقه مع الشخص ده ولكن مش مكملاه. انت كملت بالشخص ده لكن الشخص ده بيجرب ناس تانية علشان يتاكد سوري يتاكد من حبك، او يتاكد ان هو فعلا ده انا بحب الشخص ده او مخلص ليا. صراحه انتوا الاثنين عندكم علاقات تانية. يهمني قوي مشاعر الشخص ده ليه. سكس اوف بنتكل، عارفين الشخص ده نفسه معاك ايه؟ نفسه يرسمك في يوم، او يحفظ ملامحك قوي لدرجه ان هو يبروزها او يحطها في، مش في متحف، مش عايزين يعني مش عايزين اللي هو ايه، مش عايزين نضخم الامور او نضخم الحكايه، لكن والله الشخص ده هو ده اللي باين. الشخص ده عايز فعلا يرسمك ويحطك برواز عنده، يعني او يحتفظ بيك باقصى فتره، او يحتفظ بصورك. الشخص ده محتفظ بحاجه ليك، بيحب جدا الذكريات، بيحب جدا الحاجات القديمه، وبيحب اقتناء الاثريات والكلام ده. من مشاعره ليك ان انت حاجه نادره، وان انت حتى ملامحك عمره ما شاف الملامح دي قبل كده، وكان بيحب ملامحك جدا، وكان بينسى نفسه اول ما بيشوفك.
وعلى فكره الشخص ده كان بيشوفك في حته يعني او في مكان، انتوا قريبين من بعض. انت رحت عملت حاجه عن عند الشخص ده، او رحت طلبت سوري، او رحت طلبت منه خدمه يعني، طلبت منه كرسي هيتكسر، طلبت منه خدمه، انت طلبت خدمه من الشخص ده وكنت مكسوف جدا يعني. الشخص ده عارف بكسوفك، عارف ان انت لما بتبص عليه بتتكسف كده، بيبقى عندك خجل لا وحياء مش عند اي حد. نفوت الشخص ده حنين عليك وعايز يديك حياة كتير، بس بيدعي القسوة. طيب ناخد كارد ليك انت بقى ننهي مشاعرك. يا لهوي عليك، يا لهوي يا مستهوي، يا لهوي عليك يا لهوي. 3 اوف سورد، ده انت مجروح منه جرح. في حد اذى الشخص ده؟ في حد اذى الشخص ده؟ يا من ناحيتك يا من ناحيته، يا اذاك يا اتاذى منك. بس انت من مشاعرك ان انت مأذي. 3 اوف سورد تقول ان في شخص هنا متألم، مأذي قوي وعايز ينتقم، مش عارفه ليه كده. تظهر لي حد عايز ينتقم، حد عايز ينتقم في العلاقه دي، عايز ياخد حقه يعني. يقول لك انت مكرر وعامل بلوك، ده انت تو اوف سورد يعني انت مكرر ان الشخص ده ما يصلحك، ما يجيش يصلحك اصلا. لكن في اللاوعي عندك انت قابل بيه، قابل بيه، لكن جرحك ليه؟ جرحك منه جرح صعب، كانه قتلك قتيل، عارف اللي هو انا حاسس ان انا اتقتل لي قتيل. والله انا حاسس ان الشخص ده قتلني او قتل روحي مثلا في حياه سابقه، ممكن في حياه سابقه يكون الشخص ده قتلك او بعد شهر يعني. بس ده اللي بان عندي، انت الشخص ده عمل فيك حاجه في حياه سابقه، وانت حاسس بالجرح ده جاي لك في الحياه دي، جاي لك في الحياه دي وانت بتدور على حاجه ولابس ماسك او مش عارف حقيقه معينه. الشخص ده ممكن يبقى روحاني اكتر منك لو ركز على نفسه، لكن انت كل طاقتك سورد يعني الم وحيره وشك، وحتى شكك في العلاقه نفسها يعني، انت شكك في العلاقه دي نفسها. تمام. طيب دي المشاعر بتاعت الشخص ده والمشاعر بتاعتك، انتوا الاثنين بتضربوا مع بعض خلاط، لكن انت متالم اكتر من الشخص ده. والشخص ده صراحه عايزه اقول لك ان هو بيفكر فيك بطريقه ايجابيه، عنده امل في العلاقه وسايبك براحتك، ولكن برضو يعني عنده قسوه صراحه، عنده قسوه، ودي سبب ان انت مش عايز ترجع. وفي خيانه يا فندم، في خيانه، الشخص ده خيانه او عرف حد غيرك. تمام، او عرف حد غيرك. طيب نسال السؤال ايه بتاعنا. طب الشخص ده ممكن نسال راجع ولا لا، وناوي لك على ايه؟ هل الشخص ده راجع اصحاب المجموعه الاولى وناوي على ايه معايا؟ على فكره انا مش محضره اسئله للقرايه دي يعني، انا كده ايه بحاول اطلع اسئله من العلاقه حسب ما يطلع لي، حسب القصه ماشيه. ناوي على ايه الشخص؟ ناوي على ايه الشخص؟ ناوي يدلعك والله يعني. الشخص ده طيب معاك، طيب معاك قوي. 5 اوف بنتكل، سوري 5 اوف كاب، عارف ان انت سبته وهيجي يصالحك ويقول لك والله العظيم لو شديت في شعري انا هسيبك، تقول له بعيد عني انا مش عايزاك، انا او انا خلاص انا شفت الويل منك، يخرب بيت خياناتك على، يخرب بيت عينك الزايغه على على على. لكن الشخص ده يقول لك طب والله لو عملت فيها ايه، طب نتصالح، طب يعني طب افتكر الحلو، طب ايه طيب. انت هتقول له والله لو قربت هنا لشد في شعر لا هخليك اقرا. فالشخص ده والله ناوي يصالحك، ناوي يجي يصالحك، ناوي يجي يصالحك بعد ما العلاقه دي خربت. فالكوب هنا بتقول ان الشخص ده كمان هو عارف انه عمل فيك بلاوي صراحه، وعارف ان هو اذاك في حته، وعارف ان هو خانك، وعارف ان هو بيعمل علاقات غيره، وعارف ان وراه يعني وراه ناس تانية، في خيانات، في خيانات ورا الشخص ده، في خيانه هو عملها ومازال بيداري عيوبه او بيداري خيانته، وانت كل مره بتكتشف الحاجه، ولكن الشخص ده مش قادر يدافع عن نفسه. شايفين لون شاكرا الحلق؟ هو لابس لون شاكرا الحلق، وانت لابس لون شاكرا القلب، اعتقد القلب.
للقلب. فالشخص ده عايز يدافع عن نفسه. بصوا حتى الولايه اللي كانت معاه او العلاقات القديمه يعني مهزق، يعني زعلش مني عايز يتهزق الشخص ده. والله ما بهزق يعني، سوري لو انا بقول كده، بس الشخص ده يعني في ناس بتهزقه وتضربه وتتعارك عليه، وانت كمان منهم يعني، انت من ضمنهم. لكن الشخص ده ناوي على ايه؟ ناوي برضه يرجع لك. يا عم ده انت خاين، يا عم ده انت خنتني، ده انت عملت، يقول لك برضه عايزك. فانت مش عارف تطلع من العلاقه دي صراحه، تعرفش مني، انت مش عارف تطلع من العلاقه دي. طيب من نوايا ايه حكايه الخمسه معاكوا يا جماعه؟ فايف كاب اند فايف بريتيكال بتقول لي ان الشخص ده والله عايز يصالحك بهديه مثلا، او ناوي ان هو يصالحك بحاجه، ناوي ان هو يديك حاجه، ايه هي؟ الله اعلم، يكتب لك جواب، يصالحك بهديه. لكن الشخص ده بيصالح بفلوس او بهديه، وعايز معاك بدايه جديده، وان اوبنتكل، عايز معاك صلح، معاهده. والنبي لا تديني معاهده، اديني معاهده، ده انا طيب وحنين، بس انا يعني سيئاتي غلبت حسناتي، بتوب. طب سيبني اتوب معاكي. تقول له لا خلاص انتهى الموضوع. انت طيب على فكره، طيب وبتصالح وبتدي فرص كتير للي قدامك، والشخص ده عارف كده كويس قوي، عارف ان انت بتدي له فرص كتير. وعلى فكره في حريه كلام بينك وبينه، او في كلام هيطلع بينك وبينه هيطلع اللي جواك، وفي رغبه ان في حد فيكم يجي فعلا يطلع اللي في عقل التاني. يعني انت عمله نادره في حياه الشخص ده اصلا، من المعلقه عمله نادره. الشخص ده عنده ازمه في مع حد يعني، او ازمه في الاسره. لكن الشخص ده عارف ان انت كنت مسنود عليه وخذلته، وعارف ان هو سابك. الشخص ده ندل معاك كتير. الشخص ده نواياه ايه؟ والله نواياه يعوضك. هنشوف دلوقتي تحت الكارد ده ايه نعوضك بقى. ناوي ان هو يعوضك بحاجه، تمام؟ ناوي لو انت بنت، ناوي الشخص ده ان هو يرجع ضحكتك زي ما كنت، يرجع عفويتك معاه، يعني ترجعوا تاني تتعرفوا على بعض من اول وجديد. الشخص ده عارف ان انت وفيه ليه جدا، عارف ان انت انسانه وفيه، او انسانه ترجعي في كلامك يعني، وده بيدل ان انت قلبك صافي يعني. حتى شاكرا القلب هنا لون، شاكرا القلب شغال، انت يعني واحده هنا وماشيه على سجاده او على سلالم ونازله بكامل رونقها. طيب ده يدل انك انسانه زي ما قلنا مخلصه جدا للشخص ده، وعارف ده الشخص ده عارف مميزاتك اكتر من عيوبك، دي اكتر حاجه عاجبه فيك. بكل الطرق الشخص ده عايز يصالحك وعايز يرجع لك تاني. طيب ايه كمان ناوي على ايه؟ ناوي ان هو يخلص الوقت اللي بينك وبينه، يخلص وقت الانتظار، ينهي حاجه، ينهي حد في حياته اذاه، او ينهي العلاقه اللي هو دخل فيها، او الخيانه اللي هو عملها. الشخص ده من نواياه انه ينهي حاجه ويبتدي بدايه جديده. على فكره الشخص ده هيتغير، هيجيله حاجه تغيره. ناوي على ايه يا لهوي؟ شوفوا انتوا الكارد ناوي على ايه. الشخص ده ناوي معاك ان هو يا يرجع لك، يا اما يصالحك زي ما قلنا، وناوي يرجع الميه لمجاريها زي ما بيقولوا، ميه لمجاريها. طيب لو الشخص ده ما صالحتوش، او ما عطيتوش فرصه، او ما لقاكش الشخص القديم، وواضح كده ان انت اتغيرت كتير قوي، حتى شكر القلب عندك يعني ما بقاش زي الاول، الشخص ده هيمشي. زعلش مني، الشخص ده من نواياه ان هو لو انت ما صالحتوش او ما رجعتوش لبعض، ممكن الشخص ده خلاص يمشي يعني، او يتكل على الله ويشوف علاقه تانية. لكن من نواياه انه يصالحك صراحه، انه يصالحك، وفي بدايه جديده او حاجه جديده او مرحله جديده الشخص ده هينهيها تماما، وعارف ان العلاقه منكم يعني فينش. طيب من نواياه ايه كمان؟ لا بصوا، الشخص ده عايزك حياته، كارت ان انا عايز البني ادم ده، او عايز اكمل معاه حياتي. تين اوف كاب من نواياك يا اصحاب المجموعه الاولى ان هو يكمل معاك حاجه،
بس الشخص ده لو لقاك لو لقاك انت بتجرحه في شيء او بتهينه في كرامته في شيء او عاتبته بطريقه يعني جارحه، الشخص ده هيمشي. انا اسف، الشخص ده هيمشي. اعتقد ان طلع لك سفن مش سفن اقصد طلع لك كارت الرحيل، كارت الرحيل. تكسف سور، اعتقد تكسف سور. طيب لا بصوا، النايرو بنتك اللي هنا جواز يعني يا فندم، وش الشخص ده هيقدم لك حاجه، يا هيقدم لك عرض، يقدم لك حاجه هنا، في تقديم عرض هنا او تقديم جواز للبعض مش للكل، وللبعض مش للكل. تمام. الشخص ده بيشوفك حد واو يعني، حد جميل جدا، لكن من نوايا الشخص ده ليك جواز فن او ارتباط او مرحله، مرحله جديده في معاكوا يعني، او بين بعض، مرحله جديده بينكوا وبين بعض، بينكوا وبين بعض. ناين اوف بنتك اللي بتقول ان الشخص ده يعني مقرر ان انتوا لبعض، حتى بصوا يعني ان انتوا كنتوا بتتعاركوا وانت لابسه اخضر هو لابس ازرق، فانتوا هنا بتتصالحوا بنفس الشخصيات يعني، نفس الشخص. انت هتسامحي، انت هتسامحي الشخص ده، والشخص ده هيتكلم معاكي كلام كتير قوي. تمام، كلام من القلب يعني، كلام من القلب، او هيبرر لك موقفه. وعلى فكره انتوا مختلفين في حته، في علامه الصليب هنا لو تلاحظوها. تمام، مختلفين في حاجه، ايه هي؟ الله اعلم، اكتبوا لي. كمان الشخص ده احنا قلنا من نواياه انه يا جواز يا ارتباط رسمي، وهيجي لك الشخص ده ويصالحك، او يصالحك. ياللي ياللي دخلت على الفيديو ده، ياللي دخلت على الفيديو. طيب هل الشخص ده راجع؟ على فكره الشخص ده انا قلت لك، انا اخده من دك دي، انا قلت لك ان الشخص ده لو ما لما يرجع لك كلمه بالراحه او تقبل ظروفه، لان الشخص ده بجد لو لقى منك اي تصرف مش كويس زي الزعيق ياما او صوت عالي او شتايم او جرح او الشخص ده هياخد بعضه ويمشي، صدقني يعني. حتى لو هو يعني بيحبك ايه يعني، لو روميو وجولييت. وعلى فكره الشخص ده ناوي يقابلك صدفه، وللبعض الشخص ده عايز يخرجك وتتكلموا مع بعض، او تروحوا في حته، او تروحوا في رحله، عايز يعترف لك، وعايز عايز يبوسك الشخص ده. بص عايز 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 يصالحك. تمام، عايز يصالحك. طيب احنا قلنا الشخص ده راجع ولا لا؟ الشخص ده راجع لك يعني، وبينكم فرصه جديده والله. دلوقتي العلاقه دي في ايدك انت. طيب نسال بقى، نقول الشخص ده راجع حاليا، حاليا محتار، او حاليا في مرحله قرار يعني، ارجع ولا ما ارجعش، اكلمه ولا ما اكلموش، اعترف له ولا ما اعترفلوش. طب انا اللي عملته فيه، يا لهوي ده انا شكلي متلبس، هيقول فيا ايه؟ ده انا شكلي وحش قوي قدامه. فالشخص ده يا فندم في مرحلة شك زيك بالظبط، وفي مرحلة متردد جدا ان هو يرجع، لكن في وقت من الاوقات بيحس ان هو عايز يرجع، ووقت من الاوقات لا، بين البنين، بين البنين. الشخص ده بيخاف منك جدا، بيخاف منك جدا. انت بص لما بتعلي الايجو عندك بيحس ان هو قزم، بيحس ان هو طفل، وانت بتأدبه، انت عملت كذا كذا، انت بتعاتبه كتير، بتعاتب الشخص ده كتير. لما تيجي، لا سوري، لما يجي الشخص ده يعني يصالحك، ممكن ان انت تتكلموا مع بعض او تفتحوا حديث مع بعض، حديث يكون يعني فيه افاده، ما يكونش حديث على الفاضي يعني، او حديث كله عتاب وخلاص. انت تجلد الشخص ده يا فندم. وعلى فكره انت عندك اسلوب جارح، او عندك اسلوب فظ يطفش اللي حواليك، او يخوف اللي قدامك يقول حقيقته او يعترف يعني. دريم، الشخص ده بيحلم بيك، بيحلم بيك، ومش هخبي عليك عنده حد غيرك، او عنده اختيارات كتير قوي في الحياه يعني، مش انت بس الوحيد. الشخص ده في حاجات كتير قوي شداه، لو هو ولد في الشخص ده بيمشي ورا رغبته شويه، او شكرة الجنس عنده شغاله يعني نشطه. تمام، نشطه. انت شكرة القلب اللي عندك، انت ايه يا فندم، شكرة القلب عندك نشط اكتر من الشخص. الشخص ده عنده رغباته ياما، رغباته كتير، حتى رغباته الماديه، حتى الرغبات الماديه. مازال في الوقت الحالي الشخص ده عايز حد مميز، عايز حد ما يلمهوش كتير، عايز حد يفهمه، عايز حد يملاله قلبه، يحس ان انا كامل،
لكن انت طلعت معاه في مانو بنتيكل انتينو فاقة، فانت شخص كامل الى حد ما في حياه الشخص ده، ولكن فيها عندك حته جراءه او حته اللي هو ايه، مش نفور، صد كده، بتصد اللي قدامك. فالشخص ده ما بيحبش كده، عشان كده بيطفش وبيدور على علاقات تانية. وعلى فكره مهما يدور على علاقه تانية مش بيبقى كامل فيها، او بيحس انه ناقصه حاجه، مش دي العلاقه اللي بتكملني. العلاقه اللي فيها شد وجذب وشد شعور ورايح وجاي وبلوكات وكذا، فبيحس ان انت برغم العيوب دي كلها، لكن والله انت بتكملني وبحبك وعايز اكمل معاك، بس انا عيبي الشخصي هو اللي مضيعني، او عيوب في شخصيتي هي اللي مضيعاني، هي اللي مضيعاني. طب انا عايز اعرف الشخص ده ممكن يقول لك ايه واخد لك نصيحه. هو نورمال يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بيقول لك الشخص ده عندما تمر من هذا العالم لا تأخذ معك سوى روحك والذكريات التي شاركتها مع من تحب. الشخص ده بيحب روحك قوي زي ما قلنا في القرايه. الشخص ده نوى معاك نيه حلوه، نيته حلوه قوي، وهيعترف لك بعيوبه، تمام؟ ولكن تقبل الشخص ده، محتاج تتقبله، ومحتاج تعرف ان في حاجه كونكتنج بينك وبين الشخص ده، ان انت بتسامحه على طول يعني. فما فيش حد بيعمل كده في الحياه، لكن الشخص ده شايلها لك، شايل لك الحته دي، او شايل لك الحته بتاعت ان انت متسامح زياده عن اللزوم، ولكن ده مش حاجه حلوه طبعا في كل وقت، لان يعني الشخص ده فيه خيانات، يعني الشخص ده برده عمل غلطات، تمام؟ او نزوات، وانت بترجع له، فانت حاليا واخد موقف، خليك على نفس الموقف ده، لان طبعا التسامح ليه حدود، ليه حدود. فالشخص ده لازم برده ينتبه لنفسه شويه، او لازم يصحصح ويعرف حبيبه من عدوه. فتقبل الشخص ده لو صلحك او جالك او اعترف لك بشيء او عيب فيه، لان الاعتراف بالحق فضيله، وده اللي ناوي يعمله الشخص ده معاك اما طلع اما كشفنا يعني. فالشخص ده زي ما قلنا بيشارك ذكرياتك، عنده حاجه ليك محتفظ بيها، وبيفتكرك الشخص ده، بيفتكرك. بيقول لك فكر، يسأل لك بالتفكير، يقول لك فكر، النبي فكر، عيد حساباتك تاني، يعني جدد حبي في قلبك تاني، افتكر اللحظات الحلوه اللي ما بيننا، افتكر الحب اللي ما بيننا، خلي قلبك فيه نور ليا، ما تخليش قلبك يعني فيه ضغينه، او ما تخليش قلبك، ما تملاش قلبك بالضغينه، انت انسان نوراني، او قلبك خير، او قلبك ابيض، فحاول تبقى معايا انا كمان كده، وما تحاولش ان انت تشيل مني. طيب ده اللي كان عايز اقول لك الشخص ده. طيب انا عايز اقول لكم نصيحه للعلاقه دي، يا ترى ايه نصيحتنا النهارده في القرايه دي؟ غير محتمل لو انت مفكر ان الشخص ده ممكن يرجع لك في يوم وليله، او ممكن كده الايجو بتاعه ينزل ينخفض مره واحده زي الدرجه المئويه ويرجع لك ويكلمك ويعترف لك بغلطاته وخياناته، تبقى بتضحك على نفسك، مع اننا قلنا من نوايا الشخص ده يجي يعترف، ولكن اي حاجه او اي سؤال انت بتساله لنفسك هنا يقول لك النصيحه ليه غير محتمل، غير محتمل، لسه شويه، لسه الشخص ده بيتربى، زعلش مني، او لسه شويه يعني، لسه هترجعه ولكن مش دلوقتي، ولكن مش دلوقتي. طيب ايه النصيحه الثانيه لينا؟ لا تتوقف، ما توقفش تشافي، ما توقفش مش هقولك ما توقفش تفكير، بقى وقف تفكير وحاول تشوف حياتك، ولكن وقف الطاقه السلبيه اللي بتديها للشخص ده. انت بتلومه لدرجه اللي هو يعني بتعكس له حاجات غريبه، تايلد هود، ما تغيظش الشخص ده، ممكن انت اللي بتغيظه على فكره، او انت اللي بتضطر ان هو يخونك، او بيعمل حركات قرعة كده. فانت زي ما قلنا انسان بتصد، انسان مش بيقبل اللي قدامه يغلط، او بتصدر احكام يا فندم، او بتصدر احكام على اللي قدامك. ف حاول تسامح، تمام؟ ولو انت بتعمل حاجه عشان تشافي الشخص ده او علشان ترجعه ليك فاعملها، الا التخاطر، لان التخاطر ده تحرش طاقي، الا كمان اللي عملية الجذب والجلب والهبل اللي بيعملوه ده، تمام؟ كل واحد ربنا عطيله قلب حر يحب اللي عايزه ويكره اللي عايزه، اوكي؟ طيب دي كانت نصيحتنا ليكم النهارده واصحاب المجموعه الاولى. يا رب تكون القرايه دي عجبتكم ووافت. القرايه دي مش هتبقى قرايه نهائيه، هناخد قرايه زيها تاني ان شاء الله في خلال كام يوم كده، ونعرف الشخص ده
راجع لنا ولا لا، والشخص ده مشاعره اتغيرت وهيرجع امتى، وهل هو نهى العلاقات دي او ممكن يرجع حد تاني، ممكن الطاقه دي تتغير. يعني ممكن الشخص ده دلوقتي في الحاله دي يعني شويه بيأنب نفسه لكن مش بصوره نهائيه، عايز يرجع بس مش دلوقتي، لكن ممكن الطاقه دي ان شاء الله في يوم من الايام تتغير. في صلح، اصحاب المجموعه الاولى في صلح، في رجوع، في رجوع لكن مش في الطاقه دي زي ما قلنا، في تغيير في حياه الشخص ده وحاسس بقيمتك وانت قافل عليه الدنيا. لو سمحت فكر في الشخص ده بطريقه حلوه، طريقه ايجابيه، وعفى الله عما سلف. دي كانت قرايتكم اصحاب المجموعه الاولى، شكرا ليكم، وان شاء الله اشوفكم في مجموعات ثانيه. ولو حابين انتوا تكملوا معانا في القرايه رقم 2 اهلا بيكم. بس هنشيل بقى الحاجات دي كلها مع بعض وندخل على القرايه ان شاء الله الثانيه. يلا بينا اصحاب المجموعه الثانيه نشيل دي. اصحاب المجموعه الثانيه اللي اختاروا الحجر البني او عين النمر زي ما انتم شايفين، مغري الحجر ده، مغري يعني حاسه باغراء هنا، في اغراء. تمام، يلا بينا نشوف. بصوا بقى، هناخد من الكروت دي، احنا هنقعدك هنا على الشمال ولا انت يمين؟ هنقعدك هنا على اليمين ماشي، انا قاعدك على كرسي الاعتراف. انت مشاعرك للشخص ده ايه، والشخص ده مشاعره ليك ايه في الوقت ده، وبعد كده ناخد نوايا الشخص ده ليك ايه وهيرجع ولا لا. اصحاب المجموعه الاولى اللي اختاروا الحجر البني او اللي اختاروا حجر عين النمر، عايزين نعرف مشاعرهم ومشاعر الشخص ده ليهم ايه، عايزين نعرف اعترافاتهم ايه في القرايه هنا ناحيه الشخص ده. الشخص ده هنا وانت هنا، الشخص ده بيقول لك ان انا خسرتك، عارف كويس جدا ان حصل ما بينكم خساره، عارف كويس جدا ان هو محتاج يتشافى، عارف كويس جدا ان هو محتاج يغير من نفسه، عارف كويس جدا ان انت مشيت وسبته وعايز الارض البور دلوقتي. الشخص ده ندمان جدا، بيعد الانامل عليك، بيعد الانامل عليك اصحاب المجموعه الثانيه، او ندمان جدا. دخلت تشافي وكل حاجه، الشخص ده انت دخلته صح يا فندم، او دخلته مغاره علي بابا، ينبش في مشاعره، ينبش في طفولته، ينبش في افكاره، ينبش في غلطاته، يعترف بعيوبه. انت عملت حاجه في الشخص ده، ايه هي ما اعرفش، لكن انت دخلت الشخص ده في تشافي، او جعلت الشخص ده روحاني، او الشخص ده حس ان هو بيقعد لوحده. يعني بيقول لك هنا انا قاعد لوحدي ومش منتمي لحد وما بعرفش حد في الوقت الحالي، وكمان انا بقيت انسان روحاني وعندي رغبه جدا ان انا ابقى انسان جديد، ابقى انسان جديد. الشخص ده كمان قاعد على كرسي اعتراف، بيقول لك انا عارف ان انا غلط وان انا كنت بروح واجي في العلاقه، ولكن انا ندمان على الحته دي، ندمان قوي على الحته دي، ان انا كنت بهرب منك او بختفي عنك او بوريك وش مش بتاعي، مش ببقى على طبيعتي معاك، او مش ببقى انسان حر معاك، وانا خسرته، انا خسرتك بسبب حريتي الزايده، او بسبب ان انا مش عارفه اقول لك انا مشاعري الحقيقيه ليك ايه. انت نصحتني كتير، الشخص ده بيقول لك انت نصحتني كتير قوي، ولكن انا ما سمعتش كلامك وما كنتش بسمع كلامك في حته. الشخص ده صابر عليك دلوقتي، تمرس بيقول لي في صبر في العلاقه دي، الشخص ده صابر للاخر يعني، وسايبك براحتك ويعني بيعد النجوم عليك. خسرك وكل حاجه، كل ما يجي يتقدم ان هو يرجع لك او يرجع للعلاقه دي حاجه تشده. ايه اللي بيشده؟ ما اعرفش. طب ايه اللي بيشده هنا؟ في حاجه بتشد الشخص ده كل ما يرجع لك او كل ما يحس ان هو راجع لك. عايز اقول لك ان الشخص ده حاسس بقله بيأس هنا في العلاقه، بيأس. الفول انسان مرح جدا، لكن الفول لما بيطلع فوقيه الفايف اوف كاب، ففي الفول هنا بيمرح، بينسى شيء او بيمرح لسبب حاجه خسرها،
او بينتقل لمكان للمكان بسبب حاجه خاصه، او مش عايز اقعد في المكان اللي انا فيه، انا خلاص مش عايز اقعد، او انا خلاص مش قادر، مش قادر اقعد لوحدي، انا كل ما اقعد لوحدي بتعب. الشخص ده بيقول لك انا كل ما اقعد لوحدي بتعب وبواجه نفسي وبتشافى، لكن انا ما فيش رحمه، انا ما عنديش رحمه، ارحمني. الشخص ده بيقول لك ارحمني بجد والله. يعني تمبرنس برضو كارت الرحمه، كارت الرحمه وكارت الصبر، وبيقول لك انا صبرت عليك كتير قوي، يعني صبرت عليك وبعمل اللي عليا في العلاقه، ولكن انا كل ما اجي لك وارجع لك بتصدني وارجع في حته تاني، او احس ان العلاقه انتهت، كل شويه افقد الامل في العلاقه دي. وبيدافع عن نفسه كتير قوي الشخص ده، بيدافع عن نفسه كتير، يقول لك انا دافعت عن نفسي كتير، انا مش قادر، انا مش قادر، انا بحاول اوازن بين حياتي، لكن صراحه انا تعيس، تعيس، انا تعيس، حاسس بتعاسه، حاسس ان انا بقيت تعيس من غيرك، وحاسس ان العلاقه دي خربت وانا اللي خربتها بنفسي بسبب تهوري ده فول، بسبب بعدي عنك، او بسبب قسوتي عليه، او بسبب انشغالي عنك. سيكس اوف وند بيقول لي ان انا كنت في مرحله ان انا كنت عايزه ادافع عن نفسي، بس قررت ان انا امشي، وقررت ان انا اسيبك تفهم زي ما تفهم، افهم اللي انت عايزه، لكن انا بيني وبين نفسي لازم تعرف ان انا يعني عارف غلطاتي كويس، عارف غلطاتي، تمبرنس، عارف غلطاتي، عارف غلطاتي، وبسامح نفسي دلوقتي على غلطاتي القديمه، بسامح روحي على اللي حصل ما بيننا. انا شايفك اجدع مني، وشايفك اقوى مني، شايفك انسان بتحب الحياه عني، انا انسان بحب الضلمه ومش عارف اعيش في النور، بحاول اطلع للنور، بحاول نسختي الجديده تبقى احسن، بحاول النسخه الجديده دي تبقى افضل، لكن انا صدقني بتعلم منك كل حاجه، وخصوصا القوه او المواجهه. انا عندي ناس كتير قوي بحاول اواجهها، بس انت مش حاسس بيها، انت انعكاس للشخص ده في عيوبه، يقول لك انت عكست لي حاجات كتير قوي ما كنتش اتوقع ان انت تبقى في الوقت ده، تظهر في الوقت ده، تبين لي عيوبي وانا في الوقت ده، انا في قمه قوتي، يقول لك انا في قمه قوتي هنا، لكن انا كنت بحس ان انت اقوى مني، كنت ما بيهمنيش حاجه وبمشي من علاقه لعلاقه، لكن انت جيت علمتني ازاي اندم. انا ما كنتش بندم، ما كنتش بندم على حد قبليه. ياه ياه ياه، الشخص ده عنده كميه ازمات ما اقولكش في الوقت ده، كارت الازمات النفسيه، كارت المحاسبه، كارت انا عايز اتفك من الحياه دي. الشخص ده وصل لمرحله ان هو عايز ينتحر، زفول، ممكن انتحار برضه، ممكن انتحار زفول. شايفين واحد وبينط على بينط من على الحافه، ومهما وحد بيشده ينقذه، انت منقذ للشخص ده، بتنقذه بس من بعيد لبعيد، والشخص ده مش بياخد باله من انقاذك. مش هقولك ان هو محتاج مساعده، الشخص ده بيساعد نفسه بنفسه دلوقتي صراحه، وانت سايب الشخص ده يساعد نفسه او يفك نفسه من رابطه، تقول له ماليش دعوه انت فك نفسك، انا اعطيتك انعكاسك وامشي زي ما انت عايز. مشاعره ليك صعبه جدا اصحاب المجموعه التانيه، قاعد دلوقتي عمال بيعترف لك بذنبه، بيعترف لك باخطائه، مش بيعترف لك انت بس، ده هو بيعترف لنفسه للكون كمان لربنا. الشخص ده فندم في مرحله مش تشافي، بس في مرحله حلوه يعني صراحه، مرحله روحانيه عاليه جدا، وفي صحوه الشخص ده، البعض في صحوه، تمبرانس او تمبرانس يس. عنده اعتدال للشخص ده في كل حاجه في حياته، وبيحسبها بالتنتوفه، ما بيحبش يخسر، بيقول لك انا عايز اكون معاك بس انا بحسبها قوي. الشخص ده بيحسبها قوي 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 قوي، ممكن يخسر العلاقه العاطفيه بسبب عقله، بسبب عقله. على فكره الشخص ده عينه الثالثه مفتوحه يا فندم، وبيحلم بيك، الشخص ده بيحلم بيك، وحاليا بيحلم بكوابيس، لكن الشخص ده بيقول لك والله انا خسران من غيرك. الشخص ده مش عايز يروح لحد، ملوش نفس اصلا يطلع للناس او يطلع لحد او يطلع يواجه، ماليش نفس والله. بيقول لك
يعترف دلوقتي لينا في القرايه دي ويقول لك انا ماليش نفس اعمل اي حاجه، ماليش نفس حتى اكل، ماليش نفس حتى اشرب، ماليش نفس اعيش، لكن انا متقرب لربنا قوي، حتى انا مش عارف اشوف شغلي، مش عارف اشوف حياتي، حياتي مقلوبه يا فندم، حياتي مقلوبه راسا على عقب. الشخص ده حياته مقلوبه من غيرك، اصحاب المجموعه الثانيه حياته مقلوبه، حياته مقلوبه. فورف كوبي يقول ان الشخص ده ولا عايز علاقات وكره الحب وتعقد كمان، يقول لي في الايه انا اتعقدت من الحب، ما تتكلموش عني. الشخص ده مش عايز حد يتكلم عنه لانه في حاله اصلا. طيب ايه كمان؟ عايز يصالحك يعني، او عايز يقول لك يعني هل ممكن يبقى في بدايه بينه وبينك يعني، او هل ممكن ان احنا نرجع يعني، او ممكن العلاقه ما بيننا ترجع زي الاول. والله انا ممكن اقدم لك حاجات كتير بس انت هتقبلها؟ هتقبل ده نايت اوف بنتكل. حد بيقدم حاجه صغيره قوي وعارف ان اللي قدامه قيمته اكبر من كده، ولكن بيقول لك هل انت هتقبل؟ هتقبل اللي انا مديهولك، او هتقبل الحاجه اللي عندي؟ هتقبل ارجع بنفس مش بنفس الشخص، لكن هتقبل عيوبي قبل مميزاتي؟ الشخص ده بيسالك هنا في القرايه يقول لك هتقبلني؟ هتقبلني ولا تصدني؟ طيب انت بقى قاعد على كرسي الاعتراف بتقول لنا ايه؟ يا خرابي، انت عندك سحر على فكره، عندك سحر وعندك طاقه سلبيه بالهبل، يا انت بص شرس شرس. وايه؟ وفرد عضلاتك، وفرد عضلاتك. طيب انت بتقول له والله انا زي زيك، انا زي زيك مش عارف اقرر وبصارع اللي جوايا، بس الفرق اللي بينه وبينك اني انت وصلت لحاجه انا مش قادر اوصل لها، انت مستقر في حياتك بس انا لا، انا عندي صراع، انا 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 في صراع جوايا. انت حلو ولا وحش؟ انت ابيض ولا اسود؟ انت ين ولا يام؟ شخص انت بتقول للشخص ده انت مين؟ بتقول له هنا في القرايه انت مين يا فندم؟ بتقول له انت مين؟ انت حلو ولا وحش؟ صالح ولا طالح؟ بتقول له انا مستعد اعمل عشانك كل حاجه، مستعد اصارع الناس واصارع الكون كله، بس انت تكون جنبي يعني، او انت تكون قد الحاجه ناين اوف وونز، هتكون قد الرحله بتاعتنا. انت بتقول له ده، تقول له انت هتكون قد الرحله بتاعتنا، هتكون قد الصراع او الحرب اللي انا هشنها عشانك، هتكون قدها ولا لا؟ هتكون قد الناس اللي انا ممكن اقف قصادها عشانك ولا لا؟ ده اللي انت بتقوله ليه؟ تقول له والله انا عندي امل ان العلاقه دي تكمل. شخص روحاني عنك يا فندم، انت يانج، انت يانج هنا، انت يانج. لكن شخص ده ين تمبرانس وعينه التالتة مفتوحة، شخص روحاني جدا مش بيدخل اي علاقة. الشخص ده لازم عشان يدخل علاقة لازم تكون روحانية زيه، او لازم يحس معاها بالحب، يدي قلبه بحب، بيحب اللمس. الشخص ده بيحب اللمس، انما انت بتحب الحاجة المادية، تحب الووند. هنا طالع لي بالووند، طالع لي بقوة الارض، قوة المادة، قوة اثبات الذات. الشخص ده روحاني عندك يا فندم، انت يانج هنا، تمام؟ عندك امل ان العلاقه دي يكون فيها حاجه، او عندك امل ان انت تواجه الدنيا صراحه. انت شجاع على الشخص ده، انت شجاع هنا يا فندم، انت شجاع. بصوا كروت الشجاعه طالعه لك، كروت الشجاعه، كروت المواجهه، كروت ان انا ممكن اواجه الدنيا، اتكلم، انطق، لساني ينطق. ده لسانه ما بينطقش، انت لسانك بينطق هنا، بتعبر عن اللي جواك. الشخص ده لا، الشخص ده لا، ومربوط في الوقت اللي يقول لك والله انا فيه رابطه بس غصب عني بتعلم منك القوه. انا قلت لك، لكن شخص قوي طالع لي هنا ببرج السرطان التشاريت، وطالع لي بالناين اوف فون، بتعرف تواجه جدا جدا جدا، عندك امل. انت الطفل الداخلي بتاعك متصالح او متشافي بطريقه ما، يعني ممكن نقول 50-50 مثلا. الشخص ده لا، عنده يعني عقده النفسيه اكتر من عقدك النفسيه. انت شخص ممكن يكون تشافيت 100% او مش 100%، يعني ما حدش بيتشافى 100% الا في الجنه، ولكن انت تشافيت الى حد ما، يعني انت ما عندكش عقد كتيره، او ما عندكش عقد طفوله كتيره. ذكرت عقد الطفوله يا فندم، ذا صن والامل والشفا، ها، وحاجات جديده حلوه. انت مستعد تواجه علشان تطلع حياه جديده مع الشخص ده. انت بتقول له ده وترد عليه هنا في القرايه وتضربوا خلاط مع بعض، بس الشخص ده مكسوف بيتكسف، انت لا، انت ما بتتكسفش، انت بتحط عينك
او بيقولوا ايديك في عين التقييم. ادله الشهور دي بيقول لي ان انت يعني انت في قرار وبتتراجع عنه، او في مرحله بقى ايه ان انا بتندل، او ممكن تكون سبت الشخص ده او محتاج مساعده برضه، يعني انت لحد ما محتاج مساعده ولكن مش بمقام الشخص ده. الشخص ده فندم بيساعد نفسه حتى لو مربوط بمليون سلسله، حتى لو في سحر، لكن بيساعد نفسه ويقدر يساعد نفسه. ليه؟ لانه روحاني. انت شخص ما بيقدرش يساعد نفسه، تخيل بقى رغم القوه والباورنج العالي اللي عندك وطاقه اليانج، لكن انت ما بتساعدش نفسك، انت ما بتساعدش نفسك، انت محتاج برضو قرارات يعني حد يجي يساعدك من بره، لان ده برضو كارت اللي تشيرب بيقول ان في مساعده ممكن تجي لك، او ان انت ممكن تساعد نفسك بس تساعد نفسك باللسان او بالمواجهه، لكن الشخص ده بيساعد نفسه يا فندم من تحت لتحت بالروحانيه، انت بتساعد نفسك بالمواجهه. فانت بترد عليه تقول له انا خدت قرار كبير قوي في حياتي، وزي سبحان الله خالق، سبحان الخالق، الشخص لقيته في سورد عنده مشاكل نفسيه وانت لقيته في سورد عندك نفس المشاكل، بس مشاكلك انت بتعرف تخرج منها. شايفين واحد وقاعد في التلج وحواليه سيوف، حواليه هم وغم وناس بتطلب منه مطالب مش قدها، ولكن بيحاول يخرج، بيعرف يخرج نفسه، بيعرف يخلص يفك دماغه من الـ من الـ من الربطه دي. محدش يقدر يربطني، انا بدماغي شغال، انا دماغي هنا حره، جسمي جسمي مقفول وكل شكراتك يا فندم مقفوله، ممكن يتعمل لك سحر لكن انت تقدر تفك نفسك بالعقل بالذكاء. الشخص ده بيفك نفسه بالروحانيه، انت بتفك نفسك بالعقل. انا قلت لك ان انت يانج هنا. الهانجد مان بيقول ان انت شخص مادي جدا، انسان عايز تتطور روحانيا، انسان عايز تفك نفسك من رابطه، انسان عايز تتخلص من رغباتك، تتخلص من عقدك، تتخلص من الادمانات اللي عندك. انا متاكده ان انت عندك ادمانات وفي حاجه رابطاك، في حاجه رابطاك. ممكن يكون في علاقه في البيت عندك مأيدات، علاقه تخص العيله او تخص حاجه، او انت مثلا مجبر ان انت تتجوز حد معين وتواجهه، تقول لهم والله انا متجوز اللي انا بحبه مش عارفه ايه، لكن انت عندك امل في العلاقه دي. ترد عليه تقول له انا تعبان زيك بس انا بفك نفسي، ساعد نفسك زي ما انا بساعد نفسي، اتحرك يا بني ادم. انت بتقول له هنا اتحرك، انت بتتحرك، الشخص ده ما بيتحركش، بتتحرك ولكن لسه مربوط، برده مربوط بايه؟ برغباتك. بتقول له انا مربوط زي زيك بس انا مربوط بمسؤولياتي، اتوبنتكل، مربوط برغباتي، بمشاريعي، بدماغي، بنجاحي، باستثماراتي. انت مربوط بايه يا فندم بقى؟ ده مربوط بعقده، وانت بتقول له انا مربوط بس بالمسؤوليات، بالناس اللي حواليا، بالبيت والمجتمع، المجتمع اللي مش قابلك، المجتمع اللي مش راضي اصلا عني ولا عنك. انتوا توأم على فكرة. طب انت بتقول له ايه كمان؟ انت بتقول له انا استسلمت، استسلمت، انا استسلمت، انا بفكر بعقلي، مش قادر افكر بروحانيتي زي، انا مستسلم، انا هنا مستسلم، انا سبت السور وسبت القوة وسبت المواجهة، وعندي أمل إن العلاقة دي تتصلح من عند ربنا بقى. ها تيجي من عند ربنا. الشخص ده بيساعدك على فكرة، بيساعدك روحانيا بس أنت ما تحسش. فاف اوف سورد بتقول لي إن لأ، في شخص خاسر هنا، في شخص عايز يحس إن هو كسب بس مش قادر يكسب، أو بيوهم نفسه إن هو كسب. بتوهم نفسك، أنت مشيت من الشخص ده فعلا، مشيت، انت شيت وبتقول نفسك ان انت يعني ايه استسلمت، لكن انت ما استسلمتش، انت مستعد تقوم تاني تحارب من اجل الشخص ده او تواجه الناس عشانه. يعني لا، انت ما بقاش عندك امل في العلاقه دي، ما تزعلش مني، انت ما بقاش عندك امل، يعني مبقاش عندك امل وخايف، يا اما انت خايف. بس انا طالع لي كارت الصن ان انت كان عندك امل، عندك رغبه، عندك رغبه جسديه كمان عايز الشخص ده. لكن اللي ما عندكش امل في حاجه، ايه هي؟ هنعرفها دلوقتي. انت فيها حاجه فقدت فيها الشغف. طب ايه الحاجه دي؟ ليه الفايف اوف سورد طالع لي؟ انت ما متعودش ان انت تخسر اساسا، ما متعودش ان انت تخسر حد، بس انت خسرت الشخص ده وانت زعلان. يا
يس 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 ايت اوف كاب يس ايت اوف كاب. انت خسرت الشخص ده، انت حاسس بخسارته، وانت قلت يعني انا ما كنتش عايز اخسرك والله، انا كان عندي امل ان احنا نبقى لبعض، او كان عندي امل في العلاقه دي، وان انا لقيت حد كده الطفل بتاعي يعني الطفل الداخلي بتاعي احس ان هو منسجم معايا، واحس ان احنا اطفال يعني، او ارجع لفطرتي. انت رجعت فطرتك مع شخص ده، لكن حاسس بخسارته فعلا، حاسس بخسارته، انت حقيقي حاسس بخساره الشخص ده ليه، وندمان عليه، بس مش قادر تعمل له حاجه، مش قادر تعمل له حاجه. دي كانت الاعترافات اللي معاك ومن الشخص ده، وايضا فيها مشاعرك ومشاعره، واضحه جدا ان القصه هنا قصه اتنين بيحبوا بعض، ولكن كل واحد فيهم معتمد على التاني. والله واحد معتمد على الروحانيات، والتاني معتمد ان هو يعني ها ممكن يعمل حاجه في الحياه الماديه. عايزين نعرف بقى الشخص ده، عايزين نعرف الشخص ده نوايا لك ايه، ايه النوايا بتاعته، ايه النوايا اصحاب المجموعه الثانيه، نوايا لك ايه اصحاب المجموعه الثانيه اللي اختاروا حجر العين النمر او الحجر البني. بسم الله، نوايا لك ايه ديك، مش عايزه تبصوا ديك يمين وشمال، يمين وشمال ان شاء الله بيشفيك. انا قلت لك انت محتار حيره يا لهوتي، محتار حيره، محتار يعني محتار وخايف، انت خايف تخسر الشخص ده، خايف او خايف يتلام عليك يعني. تمام، طيب نوايا ايه الشخص ده، نوايا ايه اصحاب المجموعه الثانيه، نوايا ايه، ايه نوايا، الشخص ده ناوي ان هو للبعض، ناوي ان هو يسيب العلاقة، زعلش منه او يعني يسلمها لله. بصوا الشخص ده ناوي ان هو خلاص خسر العلاقة دي، ومش مستعد ان هو يحارب عشانها، خلاص دي اخر كارد او اخر محاولة بينه وبينك، او اخر حرب، اخر حرب بينه وبينك. عارفين لو كان الكارد طلعلي كده كنت هقولك ان الشخص ده ناوي معاك بداية جديدة، لكن الكارد طلعلي مقلوب، واحد عايز يجيلك بس مش هيقدر يجيلك، واحد عايز يقدملك بس مش قادر يقدملك، واحد عايز يعترف بس مش قادر يعترف، حاسس واحد حاسس خلاص. بصوا القلب حتى الحب بيرميه، حتى الحب اللي في قلبك خلاص بيفضى يا فندم، بيفضى، زعلش مني، الحب اللي في قلب الشخص ده بينتهي، بينتهي، بينتهي. الشخص ده كان حابب فرصة معاك قوي، حتى الفرصة مقلوبة، ولا معدولة، دي معدولة ولا مقلوبة؟ لا كده معدولة. طيب الشخص ده ممكن يعني يبقى في فرصة بينك وما بينه في حالة واحدة، لما يثبت نفسه، كينج اوف بنتكل، لما اثبت نفسي في الارض، لما اثبت نفسي في لما ابقى حاجة، لما ابقى حاجة ممكن ان انا اجي واصلحك، او ممكن انا اجي واقول لك ازيك حتى لما تشوفني حاجة. انت عيرت الشخص ده فعلا، انت عيرته، عيرته بحاجة عندك، عيرته بحياتك، عيرته بمادياتك، عيرته بعيلتك، عيرته في معايرة هنا، والشخص ده هيردها لك. من نوايا الشخص ده ان هو يتحمل حياته القديمة، يتحمل حياته بكل عيوبها. انا متحمل مسؤوليتي الكامله، وقلت لك طالع بالتمبرنس بيتشافى، ومتحمل مسؤولياته، مسؤوليه عيلته وعيله عيلته كمان. انت قلت للشخص ده انت ما بتتحملش مسؤوليه، وان انت اصلا مش بتاع شغل، او ان انت كسول، او ان انت ما بتعرفش تعمل حاجه لنفسك، كلامك بيسد ودن الشخص ده ان هو يجيلك او يرجع لك، كلامك بيحسسه ان هو عاجز، لكن بيقولك انا مش عاجز، مش هصلحك، وحبك هدوس عليه لغايه ما تلاقيني بقيت حاجه. الشخص ده عايز يثبت لك نفسه، ناين اوف سورد، ناين اوف سورد، ناين اوف سورد. لا في اثبات ذات هنا يا فندم. الشخص ده نوايا ايه، نوايا انه يثبت لك نفسه، يثبت لك نفسه، يثبت لك ان انا والله هوريك قراراتي عامله ازاي، هوريك انا لما ابقى كينج هعرف احكم نفسي ازاي، واحكم حياتي واسيطر عليها ازاي، هعلمك يعني ايه سيطره،
انت سيطرت عليا طاقيا، بس انا هعلمك ازاي اسيطر في الارض، او ازاي ان انا اعمل هدف كبير قوي يعني تنبهر بيه. الشخص ده عايز يبهرك بيه، عايز يبهرك من نوايا ان هو يبهرك بيه، بس من بعيد لبعيد. لكن الحب لا، الحب مش الحب، الشخص ده بقى يفكر بطريقه عقلانيه او بطريقه زيك او بطريقه ما الشخص ده عارف اللي انت تخليت عنه وماشي. الشخص ده على فكره ماشي، لو مش هيمشي فهو ماشي او مشى. يعني الحصان هنا بيدل ان في واحد كان عايز يجي لك، كان عايز يجي لك، او كان عايز يعترف لك بالحب، او يجدد معاك الشغف، لكن مش قادر بصراحه الوقت ده. انا اسفه، مش قادر. كل حاجه فيه، كل حاجه ناحيتك اتقلبت. حياة الشخص ده مقلوبة، حياة الشخص ده مقلوبة. ممكن يكون في فرصة بينك وبين الشخص ده، بس هنعرفها امتى. لكن من نواياه ممكن اتكلم معاك، بس والله كلام قليل. ايش اوبنتكال يعني؟ ممكن اتكلم معاك ازيك عامل ايه، ابقى معاك كشخص يعني اعتبرك عادي، ولكن الحب لا. مش هقول لك ان انا بحبك اصلا، شوف ده عارف بينك وبينه حاجة، لكن عايز يثبت نفسه زي ما قلنا. شوف قاب هنا عايزة تثبت نفسها، عايز حب ليك يبقى على أرض الواقع، يبقى في حاجة. لا العلاقة دي يا فندم خربانة، خربانة من نوايا الشخص ده. لا مشى الشخص ده، مشى، ما زعلش مني. الشخص ده مشى من علاقة يا فندم. انت داخل بقى، شوف داخل عشان شخص ايه. الشخص ده ماشي من العلاقة، الشخص ده ماشي من العلاقة، حاسس بخسارة. ده بيقلب الكبات يعني، ناوي ينسى اصلا. الشخص ده ناوي ينساك، ناوي ينساك اصحاب المجموعة التانية. طيب انا عايز اعرف بقى، حتى الفرصة ما عندوش امل فيه يعني. بصوا حتى الاسم كبر، قلت يعني يمكن الشخص ده يكلمك كل حاجة، بس حتى الفرص كلها انتهت. الشخص ده شايف ان الفرص ما بينكم انتهت، هيرجع لك ازاي؟ هيرجع لك ازاي؟ حياته صعبة الشخص ده، حياته صعبة. وممكن يكون داخل له حب جديد، ممكن يكون داخل له حب جديد، او انت شافك اتجوزت، او داخل على حب جديد. فالشخص ده قرر ان هو خلاص انا كرامتي بالدنيا يعني. طيب نيته ايه تاني؟ بصوا بقى عشان ما تزعلوش. انا قلت بينكم في حاجة، ولكن ما قلتش سحر خالص، او في حد فرق ما بينكم، وكنت شاكه ان العلاقه دي فيها سحر. ما تزعلوش مني يعني، انا كنت حاسه بس مش عايزه اقول الكلمه دي، لكن طلع لي السحر. يبقى كده وش في حد فرق ما بين بينك وبين الشخص ده، او العلاقه دي فندم اتعمل لها سحر، اتعمل لها سحر بالكراهيه، او اتعمل لها سحر بعدم رجوعكم. يعني انا ازاي يطلع لي اسوف كب واحد عايز فرصه معاك، ولكن يطلع لي معاه السحر؟ ازاي واحد بيحبك ويقلب الكب كده؟ لا في حاجه غلط يا فندم، في حاجه غلط، في حاجة غلط هنا، في حاجة غلط. ايه صف كب مش حاساها، مش حاسة ان الحب ده فيه يعني، مش حاسة ان الكب بتاع الحب ده فيه حاجة. الكب فيه بداية، بس بداية مملة يعني، او بداية يعني مش زي الاول. مفيش شغف في العلاقة دي، او مفيش تجديد للشغف. عندي السحر هنا بيقول لي ان الشخص ده من نوالك ايه، مش عارفه انا شاكه في الشخص ده، يا اما في بينك وبينه حاجه. لا في سحر يا فندم، في سحر. لا في سحر، انا اسفه جدا، في سحر والله. ماجيشن طلع لي نو. لما الماجيشن بيطلع يبقى في سحر بين اتنين. نوايا ايه؟ لا ممكن يكون نواياه يقنعك بيه من اول، انت مش مقتنع بيه. ممكن قول لنا في التعليقات انت مقتنع بالشخص ده ولا لا، يعني انت بتبين له ايه، او يعني انت من مشاعرك ليه برضو حاسس بخساره وحاسس بقلة حب. لا في حاجة اتعملت بينك وبين الشخص ده، في حاجة اتعملت، او في علاقة ثلاثية بينك وبينه، في طرف تالت يا فندم، سي اوبنتكال، طرف تالت وخطط بينك وبينه وفرقكم. في تخطيط هنا يا فندم كان مع الماجيشن، بيقول لي لا ده في حد مخطط. سي اوبنتكال اند ماجيشن، في تخطيط هنا، في تخطيط العلاقة دي. حد عارف العلاقة دي يا فندم مخطط لها او بوظها. بصوا
كان في امل ان انت كان في امل ان انت تكمل مع الشخص ده او تبنوا حياه جديده، ولكن الامل ده ضعف. حتى القبط يعني اقول لك ايه، حتى الكلمه الحلوه مش قادر يطلعها لك بسبب سحر يا فندم، بسبب سحر، او الشخص ده مع زوجه بقى او زوج بيعمله سحر، او فضل حد عليك، او لا لا في سحر. واللي عامل السحر ده امراه خدته منك، لا لا في سرقه يا فندم. الشخص ده اتسرق منك، ما زعلش مني، اتسرق منك من حد تالت، اتسرق منك من حد تالت. في امل في العلاقه دي ان هي ترجع من الاول. في تشافي، في تشافي جامد قوي في العلاقه دي، يعني تشافي رهيب، تشافي من اصحار وكرمات وموروثات وعيله. لا ده في قبائل هنا هتتعارك، او في حاجه، في اقول لكم في ايه. كارت ده القصه دي هيطلع لها كارت، مش الهيرميت، هيطلع لها كارت اسمه ايه، الهيروفنت. في كارت هيروفنت ناقص في القصه دي، واقول لك بس ده حرب. الشخص ده بالرغم كل ده بس صابر، وعنده حتة خباثة كده، وعنده حتة ايه يعني، اللي هو انا ممكن ابقى بارد قوي لدرجة 10 سنين وانا بحبك مثلا، او 10 سنين وانا بفكر فيك في اللالا لاند، يعني 10 سنين في اللالا لاند. الشخص ده ممكن انت بتعتبره بارد، يعني انت بتعتبر الشخص ده، ده انت بارد يا اخي، حس على دمك، ده انا بحبك، ده انا كذا. انت ضيعت الشخص ده منك، وهو ضيع نفسه منك كمان، كل الاثنين ضيعتوا بعض. الشخص ده بيفكر فيه يعني بين الحين والاخر، بيفكر فيه بس طريقه وحشه، افكاره عنك وحشه. يمكن هو ده السحر اللي اتعمل بينك وبينه تقيا، تقيا في حاجه غلط بينك وبين الشخص ده. لكن في امل، في امل، في امل ان الشخص ده يعني العلاقه دي ممكن ترجع في يوم من الايام. كارت الصني بيقول لي لا استني بقى هنا، استني، برغم السحر وبرغم الحبشتكنات دي كلها، بس العلاقه دي فيها رجوع، فيها رجوع. الشخص ده من نوايا راجع، بس مش دلوقتي. ممكن للبعض يقدم لها حاجه او يقدم حاجه، ونفس المجموعه الاولى، احساس بالخساره، نيته لا العلاقه دي خربت، يا لهوي حبيبي ضاع مني، حبيبي اتاخد، انت مع حد تاني، يا اما الشخص ده مع حد تاني، الشخص ده مع حد تاني وبيغريه، بيغريه بالماده، بيغريب المادة. والشخص ده بيعمل له سحر، بيعمل له سحر يا فندم. يس 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 جادجمنت، بيقول لي ان في حياة سابقة بينك وبين الشخص ده، ومش هترجعوا غير بتوقيت معين، وانتوا توأم هنا، انتوا توأم هنا، الين واليانج هنا عندي بيضربوا بعض، انتوا توأم، ختم لف. انتوا توأم، العلاقة دي توأمة، العلاقة دي توأمة يا فندم. في تشافي وفي سحر لازم يتفك، انت شايفي وفي سحر. العلاقه دي هترجعوا لبعض، انتوا في مرحله انفصال، ممكن لبعض انفصال كبير وصل لتمن سنين مثلا، او 7 سنين، او 9 او 4 او 3، في كده ارقام، او 5، في ارقام كده ايه مشداني. ولكن الجادجمنت بيقول لي ان في حد فيكم بيتقدم، غالبا هيكون الشخص ده، الشخص ده بيتقدم، بيتقدم في ايه بقى؟ تقولي لي بيتقدم في ايه يعني؟ علاقه، يعرف حبيبه ونعدوه. الشخص ده في اللالا لاند قلت لك انت انسان مادي واقعي، وبتعرف تواجه، والاه واللا لا، يعني لو حد لقيته مش سالك معاك يلا بالسلامه. على فكره انت اللي بتبيع، عايز اقول لك بقى انت اللي بتبيع. لكن من نوايا الشخص ده ليك ايه؟ مش هقول لك ان هو يسيب الحب، لكن غصب عنه الشخص ده معمول له سحر يا فندم، معمول له سحر، تمام، معمول له سحر. جادجمنت بتقولي ان انتوا حياه سابقه، او ان انتوا جيتوا في حياه بعض علشان تخلصوا سحر معين، او سحر كرمات، او سحر اصول متوارثه او معتقدات. وفي حد فيكم هنا لازم يتعلم حاجات كتير قوي في الحياه، لازم طاقته تتغير 360 درجه، وحياته بتتغير يا فندم. صحوه، كارت الصحوه طالع بينك وما بينه من نوايا الشخص ده ايه؟ هتدخلوا صحوه انتوا الاثنين، سوري، هتدخلوا صحوه انتوا الاثنين. انت توأم هنا يا فندم، انت توأم، انت توائم هنا. العلاقه دي ما خربتش، العلاقه دي خربت بسبب سحر، بسبب طرف ثالث. العلاقه دي فيها امل رجوع، تمام. طب ايه تاني؟
في حد فيكم كان بيلعب التاني او كان بيحس بلعب من تحت لتحت، او بيروح ويجي على العلاقه يعني، او يعمل بلوك ويسكت بلوك، يلعب في لعبه، في لعبه عيال من الاخر. في اتنين كانوا بيلعبوا بعض، خساره، حاسس بخساره. احنا قلنا من النوايا بقى تاني ايه؟ يعني في امل، في امل في العلاقه الحمد لله. طبعا هو كارت الصندي بيدل على الامل، والامل في الله، الامل في الله. ومش عايزه اقول نصيب، مش عايزه اقول نصيب، ولكن عايزه اقول ان الامل دايما بيبقى في الله سبحانه وتعالى. كذلك كارت الجادجمنت بيقول لي ما تقلقيش، الاشخاص دول بيتقدموا، الاشخاص دول هيرجعوا لبعض، ما يقدروش يستغنوا عن بعض، واللي هيفرق ما بينهم هيروح في 60 داهيه. في صلح بينك وبين الشخص ده، نواياه يعني الحب ممكن يتجدد، العلاقة دي ممكن تتجدد، العلاقة دي ممكن يكون فيها شكل جديد، الشخص ده هيرجع لك بس بشكل جديد خالص خالص. في حد فيكم هيرجع للتاني بس لما يكون تشافى، او لما يكون بقى احلى احلى. الحياة بصوا، الحياة الحياة هنا لو تلاحظوا فيها اللون بتاع شكرة مش الجزر، اللون بتاع شكرة التاج، ففي هنا روحانية زيادة، فينا انسان صاحي، انسان واعي، انسان منتبه للحياه، انسان شايف الحياه بطريقه حلوه، بطريقه ايجابيه، انسان مش التنو فوند شايل حمل ستي وستك، لا، شخص متفائل، حتى متفائل بالحب، شخص بيعرف يحب من قلبه، شخص بيعرف يفتح قلبه للحياه، شخص بيعرف يواجه الحياه لوحده، شخص بقى مستقل، بقى مستقل. في رجوع للعلاقه دي، وفي شخصيات تانية هتتقابل، انت هتقابل الشخص ده بس لما تبقوا شخصيات تانية. لان جادجمنت اللي بيقول ان في عارفين اللي هو ايه، حياة بعد الموت، يعني شخصياتكم القديمة بتموت هنا. انا دي طلعت لي في القراية، دي شخصياتكم القديمة، دي شخصياتكم القديمة، انما شخصياتكم الجديدة بعد الجادجمنت ايه؟ ها؟ ايه النوايا؟ ان في صلح، في حب، في تجديد للحب، ايج اوف كاب، في تجديد للحب. هتعرفوا قيمة بعض، هتعرفوا يعني تحبوا بعض من اول وجديد، في حب بيتجدد هنا، في حب بيتجدد سوري من اول وجديد، عارفين اللي هو ايه، كاننا بنعرف بعض من اول وجديد، او بنتعرف على بعض زي اول مره يعني. واحلى كمان يعني بعد الجادجمنت في كل حاجه حلوه يعني. طيب هل الشخص ده هيبعت لك اسعار المجموعه الثانيه؟ اخر كورد بقى نختم بيه وناخد نصيحه نقفل. هل الشخص ده ممكن يبعت؟ هو اصلا يبعته بس يمر بصح. انا قلت لكم ايه؟ انا قلت لكم ايه؟ بذمتكم قلت لكم ايه؟ انا هنا مش هتكلم، اتكلموا انتوا، انتوا اشطر مني. جد الهايروفنت قلت لك القصه دي ناقصها الهايروفنت، ناقصها الهايروفنت، وتقول لي ياس هما توأم شعله، وياس في عوائق ما بينهم ومصانع حداد وحرب حتى من حياه قديمه. في حرب كان ما بينكم. انا قلت لك ان الهايروفنت طالع اهو. قال لي اوعي انا مش هكسفك في القرايه دي، قال لي انا هطلع للناس دي. ازاي تتكلمي في ايه؟ دي القصه دي اصلا لازمها الهيروفنت. الهيروفنت اختلاف اديان، الهيروفنت في اختلاف ثقافات، الهيروفنت اختلاف حتى بلاد، اختلاف لغات، الهيروفنت مصاعب. اتنين بيضربوا بعض خلاط، بيضربوا بعض خلاط، فالخلاط هنا اخرته يعني ان شاء الله كوكتيل حلو، تمام؟ فالهيروفنت فعلا بيحسب القصه ويقول لي ان الشخص ده عنده حته شك ان هو يرجع لك عشان انت مختلف عنه في حته، او يعني دماغه بتودي وتجيبه في العلاقه دي، يعني ارجع ما ارجعش، اكلمه ما اكلمهوش، طب الاختلاف اللي ما بيننا، طب العقائد، طب التقاليد، طب الناس، طب ها. الشخص ده بيحلم في البعد الرابع وهيطلع للبعد الخامس، وانت كذلك يعني لكم رقم خمسة تكرر كتير. في بعد خامس هنا، والصن بيقول لي ان انا بعد خامس يا فندم، الكارت ده بعد خامس، الكارت ده انسان متفائل جدا، انسان بيعرف ياخد الفرص. هنا في فرصة بينك وبين الشخص ده، هتاخدها، بس في حد فيكم هيمشي التاني على ثقافته هو، او على عادته وتقاليده. هتقول له انت عايزني؟ طب تعالى بقى يا حلو امشي لعادتي وتقاليدي، او انت عايزني؟ طب تقبل. هنا في تقبل، العلاقه دي عشان ترجع لازم في تقبل في الموضوع، لازم تقبلوا بعض بعيوبكم ومميزاتكم، بعيلتكم، بكرماتكم، بقرفكم بره. صعب زعلش مني يعني. اللي بيحب حد بيحبه كوكتيل كده، ما بيحبش والله انا بحبه عشان كذا، بحب طالما قلت بحبه عشان كذا يبقى اعرف ان ده مش حب.
اللي بيحب حد بيحبه باكج كده على بعض. انا ما اعرفش انا بحبه ليه. يعني اكتر اجابه تتقال على الناس اللي الناس اللي الحب الحقيقي يعني اكتر اجابه تخليك تعرف اذا كنت بتحب الادب ده ولا لا وانت بتحبه عشان ايه، يقول لك ما اعرفش انا بحبه كده جت من عند ربنا. ده اسمه حب لا مشروط. يعني ايه حب لا مشروط؟ يعني من عند الله سبحانه وتعالى، عند الله. لازم في تقبل هنا فعلا، لازم في تقبل في العلاقه دي يحصل. ناخد رساله من الشخص ده وناخد لو انت عندك سؤال في بالك جاوب عليه، او حطه سؤال في بالك وهنجاوب عليه هنا في البيت. واحد اثنين. الكارت الاولين طالع لك عاطفه، انت عايز اغراء او محتاج اغراء في حياتك او عايز حاجه تستمتع بيها، فحاول تدور على الحاجه دي. تمام. تاني كارد ليك، يقول مش شرط الكارد ده يبقى من الشخص ده، ممكن الكارد ده يبقى ليك نصيحه. يعني الكارد لما بيطلع لنا يا يبقى نصيحه بتترد عليك او لازم توصل لك، يا اما رساله من شخص. بس هي عموما دي نصيحه ان انت تنشط قلبك شويه، وان انت حاول تجذب، عايز تجذب الشخص ده ليك اجذبه بالحب وبالتسامح وبالتقبل زي ما قلنا، واستمتع بالوقت الحاضر. تمام. تاني كارد ليك سلطه، انت تعرف غريزيا ما هو مناسب لك ولديك القدره على الرفض او الابتعاد في اي وقت. مش بقول لك انت عامل فيها الرجل الغامض بسلامته متخفي بنضاره، في حد فيكم هنا عامل مشكله بسبب العادات او التقاليد او الاختلاف؟ في اختلاف هنا انت عامل له حساب في العلاقه، فبيقول لك ان هو ان انت عايز تبعد ابعد، عايز ترفض الشخص ده ارفضه، بس لازم تعرف حقيقه الشخص ده ولازم تتشافى معاه، لان الشخص ده توأمك، الشخص ده توأمك، ولازم تتقبل الاختلاف. حتى لو انت رفضت الشخص ده تقبل اختلافه جواك اولا باطنيا، تقبل الاختلاف باطنيا باطنيا قبل ما يكون ظاهريا. تمام. طيب اسال بقى سؤال في بالك وتشوف رد الكروت الملائكه على السؤال بتاعك ايه. ناخدك تلاتة عشان الكارد ده طلع المجموعة الأولى. 1 2. أول كارد طلع لك غير محتمل، غير محتمل. لو أنت بتسأل سؤال في بالك فالإجابة تقول لك يعني مش غير محتمل، يعني في شك كده في الموضوع. تاني كارد يقول لك الوضع سيتحسن، إن شاء الله العلاقة دي فيها أمل، أنا قلت لك أو فيها تحسن، أو الوضع يتحسن بينكم وبينه، يعني في حد هيجي يساعدكم، والاغلب هيكونوا انتوا الاثنين هتساعدوا بعض، انتوا الاثنين بتساعدوا بعض. تمام. تالت كارد ليكوا اصحاب المجموعه الثانيه، بيقول لك خلال سنه من الان ممكن انت ترجع للشخص ده خلال سنه من دلوقتي، من وقت فرجتك على القرايه دي او وقت فرجتك على الفيديو ده، خلال سنه من الان ممكن الشخص ده يكلمك او يرجع لك او يحصل ما بينكم تعارض من اول وجديد. انا قلت لك انتوا من ابناء النجوم على فكره، لو كنت بتؤمن بالحكايه دي، ولكن انتوا ناس هنا عندكم قدرات خارقه وروحانيين جدا انت وهو، ولكن في حد بيطمس روحانياتكم، السحر هنا شغال معاكم جامد، في سحر وهيتفك، في سحر وهيتفك. تمام. خلال سنه من الايام ممكن الشخص ده يرجع لك او تكلموا بعض او ترجعوا لبعض، وخيركم خيركم من بدا بالسلام. اصحاب المجموعه التانية، دي كانت القرايه بتاعتكم، يا رب تكون القرايه دي عجبتكم وكانت لطيفه وظريفه كده على الكل. ان شاء الله نعمل قرايه زي دي لنفس الشخصيات في فيديو تاني، ونشوف هل الطاقه دي اتغيرت ولا لا، هل الشخص ده ممكن يرجع لك او يكلمك فعلا مشروع دايركت، ولا لازم اتفك وسحر وكرمات والكلام ده، هل انت تقبلت الشخص ده او الشخص ده تقبلك، ولا برده نفس المشكله والعائق شغال بينك وبينه. شكرا ليكم، وان شاء الله اشوف فيديوهات تانيه. سلام.